أرضنا عبارة عن شبر حضارة جنبه شبر ثقافة، هنفضل نحكي فيهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. يلا بينا نعرف حكاية شارعنا النهاردة. هو الإمام إبراهيم اللقاني ابن قرية لقانة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، له شارع شهير متفرع من ميدان روكسي بمصر الجديدة، ومشهور أكتر بشارع أبو حيدر، أحد أشهر مطاعم الشاورما في مصر. عالم في الحديث وأصول الكلام والفقه، وله مؤلفات عديدة أهمها كتاب جوهرة التوحيد، طبعت مكانته العلمية الصادقة ومكانته التربوية المخلصة، سيرته بمظاهر من قوة العزيمة والاعتداد بالنفس وعظمة الشخصية، عرفوا الناس كأحد العلماء الأعلام وأئمة الإسلام، فأصبح أحد الأعلام المشهور إليهم بسعة الاطلاع في علم الحديث، وكان إليه المرجع في المشكلات والفتاوى في زمانه بالقاهرة، وكان قوي النفس عظيم الهيبة يخضع ليه رجال الدولة ويقبلوا شفاعته. وفى وهو في طريق عودته من الحج سنة 1631 ميلادية، ودفن بالقرب من مدينة العقبة الأردنية عن عمر 76 سنة، رحمة الله على العالم الجليل. حكايتنا النهاردة خلصت، لكن لسه عندنا حكايات كتير بإذن الله.